المعزوفة التي أطربت الجامعة بآلة الموسيقار أندريس انتهت، وطويت صفحة رسام أبهر الخصوم بلوحاته قبل المناصر. حكاية إنيستا مع البلوغرانا وصلت إلى مرحلتها الختامية، ليخرج من الباب الكبير للكامب نو الذي حل به الظلام حزنا على وداع قائد فذ وخلوق. كلمات الشكر التي نطق بها إنيستا خرجت متثاقلة ومصحوبة بدموع الفراق، فراق حتمه عامل الزمن. هو الذي قال عنه بيب غوارديولا لتشافي هرنانديز: هناك فتى سيجعلنا نترك كرة القدم. كم كان صغيرا حينما ظهر بقميص الفريق الأول في برشلونة، لكنه كبر بسرعة حينما فرض نفسه بقوة، ليصبح بعد ذلك ركيزة لا يمكن الاستغناء عنها في النادي الكتالوني. إنيستا اسم ارتبط بحقبة ذهبية إلى جانب ليونيل وتشافي، حتى أنه قال ذات مرة: أستطيع معرفة مكان تشافي في الملعب دون النظر إليه. وهنا تجسدت ملامح نجاح مدرسة اللاماسيا التي كانت حقلا نمت به شتلات أبدعت في عالم المستديرة. لطالما أحب إنيستا الصمت، فهو يفضل لغة الأقدام لأنه يتقنها بسلاسة قل نظيرها. اعتقد البعض أن أيامه ولت مع التقدم في العمر، لكن إنيستا أكد أن الأرقام لا تعني له شيئا. أندريس لم يكتفي بحصد الألقاب الجماعية، إذ حصل على جائزة أفضل لاعب أوروبي سنة 2012، لكن الكرة الذهبية لم تحظى بشرف حملها بين يدي الرسام. رحل إنيستا عن برشلونة، لكن ذكراه في قلوب عشاق كرة القدم تأبى الرحيل.